الصيد الجائر للأسماك في المسطحات المائية بمحافظة القادسية وخاصة في هور الدلمج بات مصدر قلق كبير لتسببه بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك وبانقراض أنواع كثيرة منها. واستخدمون الزهران والسموم فانقرضت تقريبا، بس هو الشط يعني ما يخلى من الصيد. يأثرون والله السمكة يعني حسب ربعنا اللي موجودين اللي عاصروا الفترة ذيك القديمة بالثمانينات، كان الشط أحسن صيد أكثر، فمن طلعت هاي الشغلة مالت الكهرباء والنتيل أثرت هواية علينا. الجهات المعنية تقول إنها كثفت جهودها للتصدي للصيد الجائر باستخدام السموم والمبيدات والكهرباء، ما يعرض الأحياء المائية بمختلف أنواعها للانقراض. تعدنا يعني فرق جوارب بمعدلات يعني بحدود اسبوع او اسبوعين قاعد تطلع يعني لغرض الاطلاع على الواقع البيئي المحميه ورصد حالات الصيد الجائر الموجوده. وعندنا يعني بحدود 5 دعاوي حسمت في 2021، واعتمدنا قانون رحمات حسين بي رقم 27 سنه 2009. السلطات الحكومية في القادسية بررت الصيد الجائر بقلة الوعي البيئي لدى بعض الصيادين والمسؤولين وبضعف إمكانيات مديرية البيئة في المحافظة. هناك وعي بيئي قليل جدا إذا ما يكون معدوم بصورة عامة بالمجتمع، فيراد وعمل مكثف إلى رفع الوعي البيئي لدى المواطن ولدى حتى المسؤول. حقيقة البيئة ومديريات البيئة في العراق وخاصة في الديوانية إمكانيتها قليلة من الناحية الهيكلية. وبالرغم من تخصيص لجان حكومية لمتابعة ملف حماية الثروة السمكية، إلا أن الأهالي يؤكدون حدوث انتهاكات كثيرة من قبل الصيادين وخاصة في هور الدلمج، ما يؤكد الحاجة لتشريعات صارمة تضع حدا لهذه الانتهاكات.